الانتخابات البرلمانية والشباب عندهم مشاكل كثيرة، بعضهم بعض هذه المشاكل لهم حق فيها وبعضهم لهمش حق فيها. يعني الحياة الصعبة دي برضو والظروف الاقتصادية الصعبة مؤثرة، عدم وجود وظائف مؤثر جزء أكبر. الحقيقة حاجتين اتنين، إنه الدولة في وقت من الأوقات يعني ما اهتمتش قوي بالشباب وإنها ترعاه وتوفر له حاجات يعني حياة شبابية يعني مناسبة. والجزء الثاني إنه فعلا إنه في مجموعات من الناس أو توجهات معينة كان هدفها الأساسي يعني إنها تشق صف الشباب ويعني تقومه على بلده لانتماءات معينة أو لأسباب معينة. لكن في دي ظروف خاصة كلنا مرينا بيها وكانت صعبة على الشباب وعلى غير الشباب، إنما الناس اللي تدخلت ودخلت علشان يعني تعمل استقطاب لبعض الشباب لمصالحها الخاصة أو لتوجهاتها، ده برضو سبب يعني شيء من الجفوة مع الشباب. لكن أعتقد إنه في الفترة الأخيرة دي بدأ العجلة تمشي شوية وابتدأت الشباب ينخرط في الدراسة وفي العمل الشبابي والتجاوب مرة أخرى.